وفي السياق ذاته دعت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، دعت الفئات المؤهلة بالمبادرة بأخذ واستكمال جرعات التطعيم من منطلق المسؤولية المشتركة والوطنية في مواجهة الجائحة. وأشكر مجتمعنا لوعيه وحرصه على الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، واللي بدوره يعنى على مواكبة المستجدات الصحية والأخذ بالاعتبار الوضع الصحي العالمي والمحلي والمعطيات والدراسات. وجاءت التوصيات بإعطاء جرعات إضافية أو تنشيطية من لقاح كوفيد-19 لتحفيز جهاز المناعة للأفراد، مما يسهم بدوره في سد أي ثغرات مناعية وكسر سلسلة انتشار العدوى. اليوم المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع لحماية أنفسهم، محيطهم الأسري والمجتمع من خلال دعم الحملة الوطنية للتطعيم، واللي أهدافها تتمثل في تحصين المجتمع والحفاظ على سلامته من التقليل من المرضى والوفيات اللي قد تحدث لا قدر الله عند الإصابة بالفيروس. عشان كذي نحث الفئات المؤهلة اللي تنطبق عليهم الشروط بالمبادرة بأخذ واستكمال جرعات التطعيم. حتى لو كان التطعيم اختياري، المبادرة بأخذ واستكمال هاي الجرعات هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية وطنية.